مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج اليوم. النهارده وزاره الخارجيه بتحتفل باليوم الدولي للمراه في العمل الدبلوماسي، خاصه وان الدبلوماسيات المصريات لهن مسيره وطنيه مشرفه. كانت السيده المصريه من اوائل السيدات على مستوى منطقتنا العربيه في تولي مناصب دبلوماسيه منذ انتحاق اول سيده بالسلك الدبلوماسي سنه 64. وزاره الخارجيه المصريه قالت النهاردة أن نسبة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي وصل في السنوات الأخيرة لقرابة 50%، ودي نسبة بتعكس التمكين اللي بتشهده المرأة المصرية في مجالات شتى. الحقيقة وإحنا بنتكلم عن تمكين المرأة مهم أننا نذكر تمكين المرأة ما بعد ثورة 30 يونيو تحديدا، خاصة وأن المرأة المصرية كان لها دور أساسي حيث تقدمت الصفوف في هذه الثورة التاريخية. وبعد 30 يونيو لاقت المرأة دعم رئاسي كبير بتمكينها في مختلف المجالات لتكون دولة 30 يونيو هي العصر الذهبي لتمكين المرأة المصرية. الملف الفلسطيني، الجهود المصرية لم تتوقف منذ 7 أكتوبر لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. أكد مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية رفض مصر مجددا لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المصدر أن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن هذا التنسيق لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين عودة تشكيل وتشغيل معبر رفح.
ال 262 من العدوان على غزة، بتستمر الجرائم الإسرائيلية الوحشية ضد المدنيين في القطاع، وآخرها قصف مقر الأونروا في غزة بدعاء أنه مخزن للسلاح، وده بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. وكالة الأونروا أكدت في تقريرها أنه تم الإبلاغ عن 445 حادثة أثرت على مباني الأونروا وعلى الأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء الحرب، بعضها شهد حوادث متعددة أثرت على الموقع نفسه، وتأثر 188 منشأة مختلفة تابعة للأونروا حتى الآن في القطاع جراء تلك الحوادث. قدرت الأونروا استشهاد ما لا يقل عن 500 نازح التجأوا لملاجئها، وأصيب حوالي 1547 آخرين على الأقل من بداية الحرب. ينضم إلينا هاتفيا السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأونروا. سيد عدنان مساء الخير. مساء الخير. يعني ذريعة إسرائيل في قصف مقر آخر لكم هو أنه كانت هناك أسلحة مخبأة، هل هناك أي اتصال يتم بين الكيان الاحتلال وبينكم فيما يتعلق بهذه المقار أو هذه الادعاءات، كأن تطلب منكم على سبيل المثال التفتيش قبل القصف؟ يعني أولا يعني كما تفضلت هناك أكثر من 180 مؤسسة ومنشأة تابعة للأونروا، إما دمرت تدميرا كاملا أو تدميرا جزئيا خلال هذه الحرب. هناك أكثر من 450 عملية عسكرية أو استهداف تم لمنشآت الأونروا، وقتل 193 من موظفي الأونروا حتى الآن. نحن يوميا حتى الآن نبلغ الجانب الإسرائيلي مرتين بإحداثيات كل مراكز الأونروا، مرة صباحا ومرة مساء. حتى فتح هذه المراكز لم يتم إلا بموافقة إسرائيلية، يعني نحن نبلغهم بأننا سنفتح هذه المدرسة كمركز إيواء ومركز لاستيعاب النازحين إليهم، يوافقون. للأسف الشديد لم يحدث أن أبلغونا مثلا على سبيل المثال أن هذه المدرسة بها ناس مطلوبين أو بها أسلحة أو ما إلى ذلك، لم يحدث ذلك على الإطلاق، وكل عمليات الاستهداف تمت بدون إبلاغنا. نعم، طب مع كل هذه الخسائر سواء في المباني أو في البشر أيضا، حيث أن يعني العاملين بوكالة الأونروا أيضا أصبحوا أهداف للعدو الإسرائيلي، كيف تديرون عملياتكم الإنسانية في هذه الأجواء؟ لأنه لا بديل إلا الأونروا على الإطلاق، يعني الأونروا هي شريان الحياة بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة. الأونروا هي الجسم الوحيد الذي بقي متماسكا ويقدم مساعدات ل 2.3 مليون. طبعا هناك منظمات دينية شقيقة ولكن حجمها صغير نسبيا، يعني نتحدث عن منظمات أعدادها 10 أو 20 أو 25 شخص وهكذا، لكن الأونروا لديها 13,000 موظف ثابت في قطاع غزة، ولها 10,000 أيضا من موظفي العقود. نحن ما يدخل من المعابر نقوم بتوزيعه على مئات الآلاف من الفلسطينيين المتواجدين في مراكز الإيواء أو حول مراكز الإيواء، ونقوم أيضا بمساعدة بقية منظمات الأمم المتحدة في عمليات النقل اللوجستية والتوزيع في كافة مناطق قطاع غزة. نعم، سيد عدنان أبو حسن المتحدث باسم وكالة الأونروا، أشكرك شكرا جزيلا. في إطار تداعيات الحرب على غزة وعلى الجنوب اللبناني، مخاوف من تصعيد عسكري أوسع على الجبهة اللبنانية، النهاردة زار عدد من السفراء والدبلوماسيين مطار بيروت الدولي ردا على تقرير لصحيفة تيليجراف البريطانية ادعت فيه وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري، تضمن اقتباسا منسوبا لمصدر لم يتم ذكر اسمه في الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا. و بعد هذه الجولة للسفراء، السفير علاء موسى سفير مصر في لبنان والذي كان من ضمن الوفد الدبلوماسي الذي زار مطار بيروت الدولي، قال إن الزيارة جاءت لإرسال رسالة دعم إلى لبنان ولحث الجميع على تهدئة التوترات. السفير المصري أكد على إن الفترة المقبلة بتحتاج إلى التهدئة وخلق مناخ إيجابي لحل أزمات المنطقة. كمان اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن امتداد الحرب في قطاع غزة إلى لبنان سيشكل تداعيات ذات مخاطر كبيرة.
الكاتب والمحلل السياسي اللبناني محمد الروزي ينضم إلينا هاتفيا. سيد محمد مساء الخير. مساء النور. كيف ترى هذا التعامل من جانب الدولة اللبنانية مع ما خرج عن تليجراف؟ نعم، يعني الوضع في لبنان الآن رغم أن طبول الحرب تقرع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ورغم سيل التهديدات التي يطلقها نتنياهو بحتمية الحرب على لبنان وبعد الانتهاء من عملية رفح، إلا أن الطريق لم يغلق بعد أمام المساعي والضغوط لتخفيف التوتر والعودة إلى ما يسمى بقواعد الاشتباك، وإن كانت هذه المساعي باتت ضئيلة جدا. يعني موضوع ما نشر في تيليجراف هو يعني نوع جديد أو نوع مستمر من الحرب النفسية التي تستخدمها الأطراف من أجل التأثير على، وهي أيضا امتدادا للتهديدات التي يطلقها الكيان الإسرائيلي ضد لبنان. وفي الواقع الأمر بمعظمه يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الحرب على لبنان. إدارة البيت الأبيض أعلنت رفضها لحرب موسعة في لبنان، وسبب ذلك كما أعلنت هو ألا تتحول إلى حرب إقليمية تتدخل فيها إيران وما يسمى بأطراف محور الممانعة، وترى واشنطن أن اندلاع مثل هذه الحرب قد يلقي تبعات لن تستطيع إسرائيل تحملها، خاصة وأن نتنياهو عاجز عن تحقيق أي هدف من أهداف حربه على غزة، يعني على مساحة 350 كيلومتر مربعا محاصرة من جميع الجهات. نعم. فكيف يمكنه أن يحقق أي إنجاز في لبنان على جبهة طولها 120 كيلومترا بعمق كبير مفتوح على مراكز الإمداد، إضافة إلى امتلاك يعني حزب الله وحلفائه ترسانة تشكل أضعاف ما عند حماس من الأسلحة الصاروخية الدقيقة. إذن أنتم تستبعدون أن تكون هناك حرب موسعة يعني تتخطى الجنوب اللبناني؟ عفوا، أنتم تستبعدون أن تكون هناك حرب موسعة يعني أن تتوسع إسرائيل في عملياتها فتستهدف على سبيل المثال بيروت العاصمة وتحديدا يعني مقرات حزب الله بأي شكل من الأشكال؟ ستبقى هذه المناوشات على الجنوب اللبناني على الحدود؟ نعم، يعني هي الحرب قد تبدأ على الشريط الحدودي وتتركز هناك وتتركز على منطقة البقاع، لكنها سوف تتطور حكما لأنها حرب سجال بين فريقين. نعم. ممكن أن تقوم إسرائيل بكل يعني أنواع الاعتداء، خاصة وأن قادة إسرائيل طالما أعلنوا أنه يهددوا بيروت ويهددوا المناطق كلها في لبنان. ولكن الموضوع هو ماذا ستحقق إسرائيل من وراء هذه الحرب إذا شنتها على لبنان. في لجنة اسمها لجنة 100 خبير في إسرائيل المكونة من قادة عسكريين وأمنيين سابقين ومعهد دارسون في معهد الدراسات الاجتماعية، أصدرت تقريرا حذرت فيه نتنياهو من المغامرة في لبنان لأن سلاح الطيران الإسرائيلي سيفقد جدواه خلال المعركة، هكذا قال التقرير. وبرغم كل التقارير والآراء سواء يعني الآتية من الولايات المتحدة الأمريكية أو من داخل إسرائيل، فنتنياهو لا يستمع إلى لصوته فقط. أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد الرز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني على هذه المداخلة. نرجع لشأن المحلي. امبارح وزارتا الكهرباء والبترول أعلنتا عن زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لفترة مؤقتة امبارح والنهاردة لساعات إضافية نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، بالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم يعني زيادة فترات انقطاع الكهرباء بالأمس واليوم. والبيان أكد أن هذه الزيادة في تخفيف الأحمال ستكون من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. إذن هي ساعة إضافية حسب البيان الصادر عن وزارة الكهرباء، ساعة إضافية بالأمس واليوم. من الأخبار الاقتصادية المهمة اللي بنتابعها النهاردة ما أعلنته وزارة التعاون الدولي بحشد تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة مع شركاء التنمية الدوليين. في الإطار ده قالت الوزارة أنه تم حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية تضمنت 700 مليون دولار وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية، ده بالإضافة لمليار يورو أي ما يعادل 1.69 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي
من المقرر التوقيع عليها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، بجانب تمويل تنموي ميسر من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 131 مليون دولار، فضلا عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية يجري إنهاء الإجراءات المتعلقة بها. نعرف أكثر عن هذه التمويلات والشراكات على المستوى الاقتصادي. تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة رانيا يعقوب محلل الاقتصاد الكلي. أستاذة رانيا مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني أرقام كتيرة معلنة عن حشد دعم مالي لدعم الموازنة، ماذا يعني هذا تحديدا وهيستهدف أي قطاعات أو الأثر هيكون على إيه بالظبط، هنشوفه في إيه بالظبط؟ في الحقيقة يمكن في ظل الظروف الاقتصاد العالمي المتواترة والتوترات التي تحدث في المنطقة، ويمكن احنا في منطقة خلينا نقول بتشتعل على صفيح ساخن ما بين الحرب في غزة والتوترات في منطقة البحر المتوسط، كل دي بيكون ليها تأثيرات على اقتصاديات المنطقة، ويمكن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات اللي تأثرت بصورة كبيرة بهذه التوترات. فبالتالي النهاردة وجود مثل هذا الدعم الميسر، وخلينا يمكن نوضح ان الدعم ده من ضمن برنامج دعم ميسر، بمعنى ان احنا على مدار هنسدده على مدار 35 سنه منهم 5 سنوات فتره سماح، فبالتالي ده مش هيكون بيسبب ارهاق للدوله المصريه. البرنامج ده هيكون موجه لدعم الاقتصاد الكلي وعجز الموازنه في عده اطارات، يمكن اهمها فكره الاصلاحات الهيكليه اللي بيقوم بها الاقتصاد المصري، واللي بتتجه بصوره اكبر لبرامج الدعم. ويمكن شفنا بعض الوزارات اللي هتكون ضمن هذا البرنامج زي العدل والكهرباء البترول وغيرها، يمكن اغلب هذه الوزارات والتموين اغلب هذه القطاعات يمكن هي قطاعات بتمس المواطن المصري وبتمس الاقتصاد المصري بصوره كبيره. نعم، كان في إشادة من صندوق النقد الدولي خلال المراجعة الأخيرة لخطة الإصلاح الاقتصادي، في رأيك انعكاسات هذه الإشادة وهذه التقييمات الإيجابية في الفترة الأخيرة؟ في الحقيقة يمكن المراجعة الأخيرة كان بتحمل أخبار إيجابية بصورة كبيرة جدا فيما يخص التزام الدولة المصرية بتعهداتها والسير في إجراءات إصلاحات هيكلية في ظل ظروف عالمية صعبة. يمكن شايفين أغلب الاقتصاديات حتى الاقتصاديات الأوروبية والدول المتقدمة يمكن ابتدينا نسمع عن مؤشرات أثارت ترقب الخبراء، شايفين نوع من القلق بالنسبة للاقتصاد العالمي ونوع من الترقب لأغلب البيانات. فبالتالي يمكن التزام الدولة المصرية في ظل هذه الظروف ببرنامج الإصلاحات سواء الإصلاحات الهيكلية والمالية، يمكن شفنا اتجاه هام جدا في ملف الدعم. ما زلنا رغم كل ده يمكن أغلب المؤسسات الدولية بتشير بالمؤشرات، وده أعتقد أن معناه أن الاقتصاد المصري اقتصاد قادر على التعافي، لأن أغلب هذه المؤسسات يمكن لو مش شايفين أن في التزام ومش شايفين أن الاقتصاد المصري عنده المرونة وشايفين أن في اتجاه حقيقي لحل هذه المشاكل، يمكن كنا شفنا آثار مختلفة في المراجعة. صحيح، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة رانيا يعقوب محلل الاقتصاد الكلي. نخرج إلى فاصل ومن بعده نتابع باقي أخبار.
زي ما تابعنا في الانفوجراف اللي فات وشفنا المعلومات، واحده من ثمار مشروع هيئه التامين الصحي الشامل اللي بتنفذه الدوله المصريه، اعلان هيئه الرعايه الصحيه النهارده ان مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعه لهيئه التامين الصحي الشامل في محافظه جنوب سيناء حققت اعلى عوائد من النقد الاجنبي في مجال السياحه العلاجيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2023-24، تليه مستشفيات الاقصر ثم اسوان. ينضم الينا هاتفيا دكتور احمد السبكي رئيس هيئه الرعايه الصحيه. دكتور احمد مساء الخير، وترجع لايه هذا الارتفاع وهذه الارقام المفرحه الحقيقه جدا لاداء مستشفيات شرم الشيخ والاقصر؟ عفوا دكتور ايمن رغا هو من ينضم الينا الان، مدير فرع هيئه الرعايه الصحيه بجنوب سيناء. دكتور ايمن مساء الخير. مساء الخير يا فندم وحضرتك جميع الساده المشاهدين. اولا بنهنيكوا على الاداء الرائع والارقام يعني المبشره جدا جدا والواعده. يا ترى ايه السبب وراء هذا الاداء وهذا الارتفاع في سواء اقبال المرضى او الارقام وما حققته من دخل بالنقد الاجنبي في هذا العام المالي؟ احنا طبعا حضرتك احنا كهيئه العامه للرعايه الصحيه بشكل عام وفرع جنوب سيناء بشكل خاص، احنا طبعا من الخطط الاستراتيجيه اللي احنا ماشيين عليها بتتوازى مع خطه مصر 2030 لتحقيق جميع المستهدفات، واحنا في نفس الوقت اللي احنا بنقدم فيه خدماتنا الطبيه بشكل عام للمواطنين جمهوريه مصر العربيه، فكان الملف الخاص بالسياحه العلاجيه هو من احد الملفات المهمه اللي احنا كان في ضوء عليها مسلط بشكل كبير جدا كجزء من خطه مصر بشكل عام كسياحه علاجيه وادخال العمله الاجنبيه عن طريق تفعيل خدمات السياحه العلاجيه في مستشفيات الهيئه العامه للرعايه الصحيه. فطبعا احنا اعتمدنا في الاول على البنيه التحتيه المميزه اللي موجوده في مستشفيات الهيئه العامه للرعايه الصحيه، والنتج عنه ان احنا مستشفى شرم الشيخ الدولي هي اول مستشفى حكوميه تحصل على الاعتماد الدولي كجي تي اي، وطبعا قبلها كانت حاصله على اعتماد جهار، وبالتبعيه بعد كده قدرنا نحصل على يكون مستشفى في منطقه الشرق الاوسط كالمستشفيات الصديقه للبيئه او مستشفيات الخضراء. كل ده ساعدنا كشرم الشيخ ان احنا نبقى واجهة في الفترة الأخيرة للسياحة العلاجية فيما يخص سواء السياحة من الدول الأجنبية أو من الدول العربية. وده نتيجته ظهرت بشكل سريع جدا في إن احنا حققنا مستهدفات مالية تتجاوز 70% مقارنة بالعام الماضي لما كنا لسه بنحط الخطط ونبدأ الشغل. فاحنا هذا العام والنصف الثاني بشكل خاص كان واضح فيه جدا جزء تحقيق جزء، احنا طبعا احنا لسه حتى هذه اللحظه احنا لسه مجرد على الطريق، احنا لسه لكن بدايه مبشره والارقام واعده جدا، واضح انه مجهود كبير. انا بشكرك دكتور ايمن رخا مدير فرع هيئه الرعايه الصحيه بجنوب سيناء على هذا يعني النجاح المبهر، وان شاء الله نروح للمزيد من النجاحات في هذا القطاع المهم بالتاكيد السياحه العلاجيه. النهارده ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنه العليا لضبط الاسواق واسعار السلع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، واكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ان الحكومه مستمره في اجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي من اجل تدبير النقد الاجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفه وهو ما يسهم بدوره في توازن الاسعار. لقطة النهاردة اللي معانا من أجمل الحاجات اللي ممكن تشوفوها بالتحديد دايما في مصر، مثال جميل على المحبة والأخوة، الراجل المصري المسيحي الجدع ميلاد المعروف بين الأطفال في قرية النهضة في منطقة العامرية في محافظة اسكندرية، بأن هو بيوزع الألعاب والحلويات على باب المسجد كل عيد علشان يشاركهم الفرحة. فرحة جميلة والفرحة والسعادة معدية، عادة استمر عليها الأستاذ ميلاد من حوالي 10 سنين، وهو بيحرص في الأعياد دايما أنه هو يكون موجود وسط الأطفال علشان يهنيهم بالعيد ويشوف فرحتهم. وقبل ما نختم
مع حضراتكم حلقة النهاردة والميلاد بالميلاد. يذكر النهاردة 24 يونيو ذكرى ميلاد واحد من أبرز المفكرين والكتاب المصريين، الأستاذ ميلاد حنا، اللي رحل عن عالمنا في 26 نوفمبر عام 2012. ميلاد حنا هو كاتب ومفكر من أبرز الكتاب المصريين، صاحب العديد من المؤلفات المهمة. يظل كتابه الأعمدة السبعة هو الأبرز والأشهر من بين أعماله على الإطلاق. ميلاد حنا هو كاتب ومفكر سياسي وأستاذ الهندسة الإنشائية، والذي يعد واحدا من أبرز الكتاب والمفكرين السياسيين، وهو صاحب العديد من المؤلفات الهامة، منها أريد مسكنا، ونعم أقباط لكن مصريون، وذكريات سبتمبرية. لكن يظل كتابه الأعمدة السبعة هو الأبرز. الكتاب مكون من 8 فصول، وفي الفصل الثالث الذي عنون بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية قسم إلى العمود الفرعوني والعمود اليوناني الروماني والعمود القبطي والعمود الإسلامي. من خلال صفحات الفصول 8 للكتاب أكد ميلاد حنا على وحدة النسيج المجتمعي المصري رغم تباينه واختلافه على مدار عصور طويلة، حيث تأثرت الشخصية المصرية تاريخيا وجغرافيا عبر العصور. حصل حنا على عدة جوائز دولية، من بينها جائزة فخر مصر من جمعية المراسلين والصحفيين الأجانب بمصر عام 1998، ووسام النجم القطبي الذي لا يخبو بدرجة كوماندوز من ملك السويد عام 1998، وجائزة سيمون بوليفار من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عام 1998، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1999. ختاما لحلقة النهاردة بشكر لحضراتكم حسن المتابعة، ونلقاكم بكرة بإذن الله.